يقول السائل: هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط، لكنها تشترط على المشتري أن يؤمنها على جميع الأخطار، فما حكم هذا البيع؟ البيع صح، البيع مباح، حل الله البيع، البيع مباح، ولكن التأمين حرام، التأمين حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، بحيث لو حصل حادث فإن السيارة صلح من أموال الشركة، وأموال الشركة ليست لهم، إنما أخذينها من المساهمين، فأنت تأخذ من أموال المساهمين بغير حق، ربما أنك تدفع قسطا يسيرا وتصلح سيارتك بمبالغ كثيرة، ما الذي يبيحها لك المبالغ من أموال الناس؟ هذه مبالغ من أموال الناس، ما الذي يبيحها لك وأنت لم تدفع إلا شيئا يسيرا؟ فالتأمين لا يجوز، أما البيع والشراء إذا سلم من التأمين فلا حرج فيه. نعم.